طيب بنشوف حاجة برضو إيجابية، ودايما كنا بنقول إن إحنا ساعة الأزمات المصريين هيلاقوا مفيش حد يعني واقف في ظهرهم أو واقف بجنبهم، وهيلاقوا في الآخر وشهم في وش بعض، ومبادرة شبابية بالمنوفية لدعم مستشفى الشهداء أو الشهداء طبقا يعني للقراية بتاعتها في المنوفية للعزل الصحي. مدير أحد المطاعم عمل مبادرة محترمة بتوفير الأكسجين للمرضى المصابين بفيروس كورونا، وتوفير كمان وجبات الطعام للأطقم الطبية ومرضى مستشفى الشهداء للعزل. الناس شغالة يا جماعة، الناس محترمة، الناس عندها دم، الناس بتحس، الناس في الآخر المصري الأصيل حاسس بابن البلد، حاسس بأهله وناسه. في ناس تانية مش حاسة بحاجة، في ناس تانية شغالة في الأكتاجون والكيان العسكري والكلام اللي عارفكم عارفين تعبنا منه، والعاصمة الإدارية والحاجات اللي بيعملوها دي، وقاعدين ياخدوا في ديون في ديون في قروض في قروض في سلف في سلف، ومفيش يعني. في الآخر احنا وصلنا مرحلة يا جماعة ان محمد معيط وزير المالية في ديسمبر يعني اللي فات ده، يعني بنتكلم في أقل من شهر، طلع بيتحدث عن إنجاز. إيه الإنجاز ده؟ إن الحمد لله الدين العام، الدين العام يعني الدين الخارجي اللي بالدولار، والدين الداخلي من مؤسسات ومن هيئات والكلام ده كله، الحمد لله قل شوية، بقى 87% من الناتج القومي. يعني حضرتك النهاردة إحنا لو بننتج بمئة جنيه، إحنا في 87% منهم رايحين للدين، وفي 13% بس ممكن يتم بقى دعم بيهم القطاعات المختلفة أو المؤسسات المختلفة في الدولة. وإن ده الحمد لله إنجاز، لأن خلال السنوات الماضية كان 108 كان يعني بالسالب. يعني أنت متخيل، عشان نتكلم بس على الإنجازات اللي موجودة، الشعب في الآخر هو بيحلها مع بعضه، أو مع يعني مع ناس مع بعضها بتحلها. أنت متخيل حضرتك ال 87% من الدخل أو من الناتج العام رايح لخدمة الدين العام خارجي وداخلي؟ انت حضرتك متخيل؟ ورغم ذلك شغالين قاعدين يزودوا ويجيبوا. طيب هل الكلام ده قدامه انت هتستلف تستلف تستلف تستلف؟ هل قدامه توسع في الانتاج؟ مصانع بقى والكلام ده كله؟ هل العاصمة الإدارية دي المشروع العملاق مشروع ضخم؟ اتفق معاك مشروع ضخم. هل هو موضوع حاجة انتاجية؟ حاجة هتدخل حاجة لمصر؟ يعني انت في الاخر لو عملنا الف مصنع او مشروع الف مصنع للناس الله يرحمه بقى، ده يعملوا ايه وشغلوا قد ايه و و و العاصمة الادارية مشروع في الاخر بقولك هيعمل شكل حضاري حلو، متشكرين جدا، ماشي اثمن هذا الكلام، ويبقى عندنا الوزارات في مكان لوحدها ومش عارف ايه والكلام ده كله، وحكومة ذكية اللي هي أيضا موجودة في مدخل القاهرة ما عندنا، لكن في الآخر إيه الإضافة، إيه المردود على المواطن؟ وده هو المهم، إن في الآخر بيصل الأمر إن إحنا شايفين القصة ماشية، إن نقابة الأطباء بتطلب الناس إن هم يتبرعوا لأسر الأطباء الشهداء، وبنشوف في الآخر إن المواطن لا يجد إلا المواطن أخوه هو اللي يحنوا عليه وليس النظام زي ما قال واحد صاحبنا. الناس الطيبين في بلدنا بيقولوا أشوف أمورك أو أسمع كلامك أصدقك، أشوف أمورك أستعجب. خلال الأسبوع اللي فات كان الهجوم حاد جدا من أزرع الإعلام والكتائب الإلكترونية على كل حد بيتكلم وبيقول عندنا أزمة في الأكسجين. ده كلامهم اللي المفروض إحنا هنصدقه، والمفروض إحنا نقول لهم أنتوا تمام ومعاكم حد ومعاكم حق، ونكذب ودنا ونكذب عيوننا ونكذب الناس اللي ماتت على الهوى والفيديوهات اللي اتصورت في المستشفيات. لكن خلينا معاهم لحد باب الدار زي ما بيقولوا، ونصدقهم ان مفيش اكسجين في المستشفيات، لكن في نفس الوقت تلاقيهم هم اللي بيطلعوا ويفضحوا نفسهم ويفضحوا كذبهم. يعني كان بيقول لك مفيش سوق سودا، ويطلع بعد كده خبر من المصري اليوم يقول لك القبض على رئيس الشركه المصنعه للاكسجين وهو بيبيع 10 انابيب اكسجين في السوق السودا. يقول لك ما عندناش ازمه اكسجين، وفي نفس الوقت يقول لك في اجتماع مع منتجي الاكسجين ورئيس الوزراء لتدارك الازمه الموجوده في نقص الاكسجين في البلاد.
يقول لك الدنيا تمام وما عندناش اي مشكله وما عندناش اي ازمه، تلاقي الاطباء ورؤساء المستشفيات بيكتبوا وبيستغيثوا وعايزين يوفروا اكسجين النهارده كمان.